صباح الجمال، صباح الشياكه، صباح الفل، صباح كل حاجه حلوه، صباح السعاده على قلوبكم الجميله، صباحنا فل على كل المصريين. صباح الجمال يا دكتور علاء. صباح الفل وصباح الاعلام. صباح الجمال. ايه الاخبار؟ الحمد لله. بصي النهارده احسن شويه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بصي حضرتك كنت بتساليني احنا هنخش الانترو بايه صح؟ طبعا. وقلت لك انا هعملها مفاجاه صح؟ شكلك بتعمل. انا عايز اقول لك والله بجد انا الانترو اخترته حالا دلوقتي. انا بصوا يا جماعه عايز اعرفكم استاذه ولاء خاطر ماجستير اعلام. انا هناقش معاها قضيه النهارده بتخص الاعلام. القضيه دي انا على المستوى الشخصي عامله لي قلق وعايز اخد خبرتها واعرف رايها ايه. نبتدي؟ احنا بدانا. نبتدي لقد بدأنا. اسال السؤال؟ اتفضل. بصوا يا استاذه ولاء انا لاحظت في الفتره الاخرانيه ان الناس بتتكلم في كل المواضيع. يعني النهارده انا ينفع النهارده اتكلم في هندسه الطيران مثلا او اتكلم في الطاقه النوويه؟ ينفع؟ هو مش تخصصي بالظبط، هو كل واحد ليه تخصص، فما ينفعش نتكلم في حاجه الا ما اكون تخصصي او على الاقل دارسها عشان يبقى حتى مقنع للي قصادي فاقدر اتكلم فيه. تمام. بص هو الاستاذه ولاء طبعا عشان بتتكلم في الاعلام فتحس ان هي اتشدت وبتتكلم رسمي قوي، يعني ما ماناش على المصطبه. احنا مستنيين مفاجآت. احنا مستنيين مفاجآت. بص انا لاحظت في الفتره الاخرانيه وطبعا كل الساده الاعلاميين زملاء ليا وانا عايز اقول على حاجه. انا قبل ما انا بشتغل في المجال ده بقالي 27 سنه واشتغلت في كبرى الشركات العالميه وخدت حاجه اسمها فن الالقاء وفن التخاطب وفن الحوارات وكده. ورغم ذلك قبل ما اقعد قدام الكاميرا انا رحت خدت دوره تدريبيه حاجه تخص الاعلام. تمام تمام. انا بقى لحس فتره اثنائيه حضرتك يا فندم، مع احترام لكل المحاورين وكل الاعلاميين، تلاقي مثلا حد جايب دكتور وبيتكلم معاه في الطب وهو اصلا مش فاهم حاجه في الطب، هو بيتكلم في الدواء وهو مش فاهم اي حاجه في الدواء، فالحوار رايح في حته ثانيه خالص. الدكتور بيتكلم والمحاور اللي بيحاور معاه هو مش فاهم، فبتروح في حته ثانيه خالص. انا نفسي اوصل لمرحله ايه؟ التخصصيه. يعني حضرتك متخصصه اعلام، عارفه ازاي تديري حوار حلو قوي، بس الحوار نوعه ايه بقى؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. عايز رايي؟ اتفضلي. هو احنا مفتقدين في كل التخصصات اللي موجوده على مستوى الدوله الرجل المناسب في المكان المناسب، ودايما اقولها حط رجل مناسب في المكان المناسب هيتكلم صح، وخصوصا لو هو متخصص هيقول كلام صح وهيبقى معلوماته كمان صحيحه. فاحنا مفتقدين النقطه دي. ده واحد. اتنين، كان في ابحاث بقدمها عن موضوع هيكله او اعاده هيكله الاعلام، لان احنا محتاجين ادق تخصصات، لان الاعلام يعتبر سلطه مهمه في مستوى الدوله او على مستوى الدوله. فالطبيعي ان احنا بنتكلم في حاجات تخص يا اما الشارع المصري، يا اما تخص السياسه، يا اما تخص وفي اغلب الاوقات احنا بنبعد عن السياسه والدين عشان دي حاجات شويه يعني كتخصصات ملناش فيها. بس معلش سوري. انا 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 حتى ما مش قصدي ان احنا بنبعد عن السياسه والدين، يعني لا انا عايز أنا بتكلم اقول ايه؟ حتى السياسه اصل ده مش تخصصي. ما انا بقول ايوه انا بتكلم ان ده يعني مش ممكن النهارده يعني. اللي بيعمل برنامج انا مش هتكلم في الدين، انا ما بتكلمش في الدين. اللي بيعمل برنامج في الدين يبقى ايه؟ اللي بيعمل البرنامج وراجل متفقه في الدين، فلما بيجيب الضيف بالمناسبه حتى الضيف بالمناسبه بيشعر ان اللي قاعد قدامه فاهم. لا انا مش هتكلم في حاجه يقعد يقول لك هي بتفتي. ما ينفعش، احنا مش عايزين نفتي، احنا المهم الدقه في المعلومات، ودي على فكره اساس نجاح اي مكان متواجد فيه. يعني دايما اقول لك تحليل وبيانات ومعلومات والحاجات اللي وارده ليك لازم تبقى صحيحه 100%. دي اسمها البيانات، دي اسمها تحليل بيانات وتحليل معلومات. لو انا ما عنديش معلومه دقيقه ما اقدمهاش، لو انا ما عنديش اسلوب صح في التقديم ما اقدموش، لو انا ما عنديش اختيار ادق في حتى الضيوف ملهاش لازمه، ملهاش لازمه نطلع شكلنا وحش. انا نفسي اوصل للمرحله دي. عارف حضرتك يا فندم، نفسي اوصل لمرحله اللي مثلا سي اللي بيقدم برنامج عن هندسه، اللي البرنامج اللي بيتكلم عن هندسه الطيران اللي بيقدمه واحد متخصص في هندسه الطيران، فلما بيجيب الضيف اللي متخصص برضه في هندسه الطيران، بص يا دكتور عيال الحوار دكتور عيال بيبقى ماشي لمعلومه كده للمواطن. دي رقم واحد. رقم اتنين، مثلا اللي بيتكلم عن الرياضه او بيتكلم عن الكوره، حد يبقى هو فاهم في الحته دي، المقدم نفسه، المقدم هو اللي يبقى فاهم. انا هقول لحضرتك فلما بيجيب الضيف برضه فاهم بتوصل المعلومه سهله برضه عشان ابقى واضحه للناس، وانا متاكده ان احنا بنتكلم مع جمهور عريض من الاعلام وناس اعلاميين وناس متواجده ورا الكاميرات دلوقتي وفي كل مكان بيتفرجوا علينا. هي المشكله مش مشكله كده بس، هي
هي مشكله اكبر من كده ما ينفعش نتناقش فيها على الهوا. يعني في حاجات احنا من اول ما بقى، معلش اسمحوا لي في الكلمه اللي انا هقولها، ما بقى الاعلام شويه مادي فالموضوع فرق كتير. غصب عنك ممكن يجي المذيع او الضيف بيتكلم بفلوس، ما تزعلوش مني، خلونا يعني احنا على الهوا. فما بيجي يكلم فلوسه صعب انك انت تقطعه او صعب تحاوله بطريقه حلوه. لو انت بقى بتتكلم بشياكه ومش فارق معاك لا فلوس ولا فارق معاك الناس دفعه قد ايه ولا فارق معاك الحاجات دي، لا هتفرق معانا. فدي حاجه تانية، خلينا بعيد عنها. انا قصدي التخصصيه يعني النهارده هي ولا برضو التخصص ده احنا متفقين عليه ان لو كان كل واحد في تخصصه بيتكلم صح هيتكلم صح. بالمناسبه انا اقصد حاجه، اقصد اللي بيقدم البرنامج يبقى هو البرنامج ده في تخصصه هو، وبيجيب الضيف في تخصصه هو، فالاثنين بتبقى الحاجه اسمها الويف لينس، يعني الموجه ماشيه واحده فبتوصل المعلومه للمشاهد واحد. عارف هو حاجه اللي بيحصل ايه؟ تعال اديك مثال في مجال شغلنا. تمام، تلاقي مثلا طب الاول قول للناس مجال شغلك ايه عشان الدواء يعني حضرتك بتتكلم في مجال شغلك ايه؟ اللي هو الدواء مبيعات ولا ادويه؟ الدواء الدواء تمام. الدواء 27 سنه في الدواء، فيعني حضرتك لو عصرتيني هنزل لك اقراص طبيعي. ما هو ده شغلك اهو، يعني انا قلت لك اي اسم دواء دلوقتي هتقول لي فيه المقابل ايه بالنسبه للبره والمقابل ايه للجوه. اه ده اللي هو حضرتك المثيل والبديل. ايوه عشان احنا كنا انا دايما بتنكشني برضه وسط الحته. انا بنكشه لان انا المثيل. بص هقول لك ليه يا دكتور علي، انا من النوع اللي غيوره جدا على بلدي. حلو. وبحب بلدي. تمام تمام. فلما يبقى في دواء مثلا مقابل الدواء مثيل، انا بتكلم على المثيل بتاعه يعني أيوة. مصري، لا انا اشجع المصري مليون المية لان الافكت تقريبا هو واحد. انا عايز اقول لك حاجه، انا كنت بتفرج على حوار في احدى القنوات، فالدكتور انت اللي مزعلك الاول من الاخر بقى. انا مزعلي ان الناس بتفتي، الناس المحاورين بيفتوا في اي حاجه. ما ينفعش النهارده طب انا هقول لك حاجه، يبقى واحد ما اشتغلش في مجال الدواء وجاي بيعاني دكتور صيدلي او دكتور طبيب بشري وبيكلمه، فبعدين بيقول له ايه؟ بيقول له خلي بالك احنا الدواء بتاعنا ليه 11 مثيل. انا لقيت رد فعل المذيع اللي المفروض ان هو لاقط الليله، معلش حته ثانيه خالص، فبالتالي الحوار تاه. هقول لك على حاجه، مع العلم بان احنا لو عرفنا ان في فرق بين المثيل والبديل وان المثيل هو نفس الدواء بنفس كل حاجه هتفرق معانا احنا، بس هو المذيع نفسه ما عندوش المعلومه. برضه ده ما يزعلكش، هقول لك ليه. لا يزعل، هقول لك ليه. صلى على النبي. الصلاه والسلام. ماشي، لو كل انت فاكر ان اعزائنا المشاهدين دول مش فاهمين؟ كل الناس اللي ورا الكاميرا فاهمه كويس جدا، وكل المتابعين فاهمين وبدقه اللي بيحصل، فما تقولش ان في حاجه هتفوت كده من غير ما واحد هيبقى مركز معاك في الكلمه اتقالت، والكلمه اللي بتتقال بتتحاسب على فكره عليها. فما تقولش حضرتك مثلا بتتفرج على برنامج اتضايقت، طب ما انت عارف انها كلمه غير حقيقيه تماما. اسيبك مني انا، واحد تاني انا بتكلم على الساده هو قال على البدائل. يعني ايه هو قال على البدائل؟ يعني النهارده ايه؟ يعني النهارده ايه؟ انا النهارده لو حبيت اعمل برنامج النهارده عن اخراج التلفزيون هروح اعمل ايه؟ هتعمل عايز. لا مش انا اللي هعمل، هيروح جايب الاستاذ عشان وليد. حضرتك فاهم بقى، اجيب الاستاذ وليد، استاذ وليد سامعني، اروح اقعد الاستاذ وليد هنا. اه طبعا. ويروح هو جايب حد في الاخراج السينمائي، ويبقى الحوار بينهم ماشي، والناس اللي ورا الكاميرات كلها بتقول لك ايوه، فبالتاكيد المعلومه أي اللي هتوصل للمشاهد هتوصل صح. لا ما ينفعش واحد يتكلم، ما ينفعش انا اتكلم على اخراج التلفزيون، انا ما اعرفش ده مني. انا في سيكه بتتقال ومش طرف. ده انا اقول لك على حاجه حصلت معايا، ورا الكاميرات ده لو حد خد مكانه هيزعل لانه هو اولى بمكانه، صح يا جماعه؟ فاي واحد طبيعي انه بيزعل او غيور على شغله. حضرتك غيور النهارده وطالع بحمقه، وانا متاكده ان الحمقه دي كان وراها سر وعرفت السر، فكان برضه عشان النهارده لو جيت اعمل برنامج عن التصوير التلفزيوني هعمل ايه؟ هروح جايب الاستاذ محمد والاستاذ حسن والاستاذ علي، يروح هم اللي هنا هنا بيروحوا عاملين البرنامج، هو اللي بيحاور وبيجي الضيف بتاعه راجل متخصص، بالتاكيد المعلومه هتوصل. هنا بقى المشكله. هو ده اللي عايز اقوله، هو الهدف برنامج اي برنامج المفروض الهدف منه ايه؟ نقضي وقت على حسب ولا نوصل حسب. معلومه؟ لا على حسب، ما تزعلش. كل واحد ونيته. في ناس بتبقى فارق معاها حاجات معينه، وفي سياسات خاصه لقنوات معينه. لا ما اسيبك من الحوار ده، سيبنا الحوار ده، هو بينكش ندخل في المواضيع دي. فاحنا عايزين نطلع يا جماعه، عايزين نطلع وناخد حوار احلى. احنا هي هي سالتني صباح الخير، مش حضرتك سالتيني ايه اللي هنتكلم فيه؟ والله العظيم انا جات لي فكره البرنامج. احنا قلنا صلي على النبي بقى، استاذ السلام، وكبر دماغك. والناس والله بجد الاعلام، بالمناسبه حضرتك الاعلام في منتهى الاهميه. ايوه ما انا عارفه، هي رساله، هو اللي بيوصل رساله. رساله بس خد بالك بقى، الرساله بتفرق من واحد لواحد. لو في ناس متقبلاك وكلامك من القلب للقلب، اقسم بالله العظيم ان هم في اخر الكون بيتفرجوا عليك. بس انا عارف ان انا رسالتك هتظهر. انا عارف ان انا ما تزعلش من الكلمه دي. لا لا، اصل انا قلتها بالمناسبه امبارح برضو وقلتها النهارده. يا جماعه نفس اللي بيقدم، اللي بيحاور، حد بيتكلم في مجال تخصصه كده عشان يعرف حتى يحاور. هقول لك على حاجه، والله حاجه بتحصل في، بلاش اتكلم بالبرنامج بتاعي،
ساعات لما يكون اللي بيقدم برنامج في تخصصه الضيف بتفتاح بيحس ان بتفتاح لا الضيف يقول لك مفيش هو وقت، الوقت خلص وده ازاي؟ حقيقة والله. صح بالعكس بقى، صح العكس، انت لو قاعد مع اللي بيقدم برنامج الشاب يا نهار ابيض، وبعدين هو ساعات يروح سائل اسئله ملهاش علاقه ببعض، تك تك تك، فالحلقه تبوظ، بس احنا قضينا وقت، وتلاقي ايه ده ممكن يبقى فيه سبونسر قضينا وقت. مش انا قلت لك اهو، هو على حسب انت جواك عايز ايه. لو جواك عايز تتكلم من الناس هتكلم ناس، لو عايز توصل من قلب لقلب هتوصل من قلب لقلب، لو صادق هتوصل على فكره صدق كلامك وهيبان للناس، لو بتحاور وبتحور وعايز تقضي وقت بيوصل برضه للناس. في بعض البرامج بمناسبه فسيبك من بتتقدم في بعض القنوات الفضائيه اللي بيقدموها ناس متخصصه، عشان كده بتلاقي البرامج دي ناجحه. تاني، في بعض البرامج بتتقدم في بعض القنوات وفي الفضائيه ناس على فكره برضه ناس دكتور، عشان برضه متخصصه. الحق للحق يعني، بيبقاش مش لازم يبقى خريج اعلام ويبقى عنده موهبه. سبحان الله، في ناس بيبقوا دكاتره ودخلوا التمثيل وعندهم موهبه عاليه، فربنا بيوفقهم. هي يعني ما بتبقاش كده برضو يعني، هي بتبقى الموهبه اعلى. ممكن يبقى خريج اعلام وما بيعرفش يتكلم، فهي سبحان الله هي بتبقى من الاول للاخر غير الموهبه اللي ربنا مديها لك، تخصص ودراسه وحاجات تانية كتير. كذلك حضرتك ما تبصيش كده لو انت مش بتحب مجال شغلك، وده دايما بنقول عليه بقى، لو احنا ما بنحبش مجال شغلنا مش هنقدمه بما يرضي الله، ومحدش هيحبنا، وهيبقى كده طالعينها سلام عليكم. انا بالمناسبه لو ما بحبش اقعد قدام الكاميرا انا مش هقعد قدام الكاميرا، بس انا بقول لك على كده. طب انا بقول لك اهو، هي بتيجي يعني بقى ايه، هي عشان بتيجي بس ايه، اجيبها لك هي على بتيجي كده، ايه، هي بتيجي كده. انا مش احب الكاميرا والكاميرا انا تحبني عايزه بالمناسبه. بس الاول اتكلم بقى في حاجه احلى عشان نغير الموضوع الحلو ده، عشان صباح نغير الفل، المواضيع الحلوه صباح دي. الفل، صباح الجمال. ايه رايك بقى نرجع تاني للتفاؤل؟ نتكلم على الشباب بقى وشبابنا الحلوين اللي في مصر، واحنا عايزين نعمل كده دفع لكل شاب مصري، وعايزين نقول يلا بينا، احنا ما حدش هيبني بلدنا غير شبابنا، وشبابنا الحلو. ودايما بنقول بناء الانسان هو طريق نجاح اي او تقدم اي بلد على مر التاريخ. عايزين نتكلم في شبابنا المصري وافكارهم وطموحاتهم والحاجات الحلوه. عايزين نقدم حد النهارده معانا ضيف، يعني انا بصراحه مبسوطه بيه، لانه يعني طب اقول لكم على حاجه، نطلع الاول فاصل في السريع عشان نقطع بس قبل ما الجوله نقطع دي. فاصل اتفضل. انا مبسوط قوي، انا بص مقياس البرنامج عندي الناس اللي ورا الكاميرا، لما انا يقول لك مبسوط كده قوي، لا مبسوط قوي ان هم عارفه انت بتتكلم صح، ولدرجه ممكن تلاقي حد فيهم جاي بكره عايز يعمل برنامج عن التصوير التلفزيوني، هو ده اللي انا عايز اوصله. شكرا، فاصل ايوه وانا واصل. وانا واصل